رجعنا لكم من جديد في ليكيب كان نحكي على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي. اليوم كانت الندوه الصحفيه للكوتش ران جيريس واللي كان موجود معاه المهاجم اللي قدم ماتش كبير ضد غانا طه ياسين الخنيسي. نتابع اهم ما صار في الندوه الصحفيه ثم نعود. Un adversaire totalement surprenant quant à la position qu'ils arrivent à obtenir ici à cette CAN. Alors le plus délicat, ça sera de rester concentré comme si c'était un adversaire habitué de ces compétitions. C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussi, ça on en est conscient. Donc ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender, et il faudra le prendre comme tel en respectant cette équipe qui a fait de superbes résultats dans cette compétition. Donc ça, on est prévenu effectivement de l'adversaire qu'on aura en face de nous demain. La fatigue, 120 minutes, ça laisse des traces sur le plan physique, c'est évident. Un jour de plus aurait été plus... Ça aurait été une bonne chose, c'est comme ça. C'est le rythme de la compétition. Et je comprends, je crois que vous avez évoqué l'entraîneur qui était content qu'on ait fait 120 minutes. Je le comprends, lui a fait 120 minutes, mais avec un jour de plus. Donc ça, c'est l'élément principal sur lequel nous travaillons pour envisager le match dans les meilleures conditions pour avoir une prestation qui nous permette de... منتخب مدغشقر منتخب محترم منتخب قوي معناتها يفرض الاحترام صحيح احنا غدوة باش يكون علينا البريسيون مي ان شاء الله معناتها نوريو الوجه الحقيقي للمنتخب التونسي وان شاء الله نعملوا رياكسيون خير من اللي عملنا ماتش منتخب كونتر منتخب غانا وان شاء الله بالروح والعزيمه ان شاء الله نتجاوزوا ونترشحوا لدور نصف النهائي. دونك كانت هذه الندوة الصحفية لألان جيريس. بعد شوية نتابعوا الندوة الصحفية نتاع مدرب منتخب مدغشقر. خالد، أهم حاجة يمكن قالها لاحظتها مقابلة مدغشقر باش تكون أصعب من مقابلة غانا. وهذا اللي متوقع الحقيقة وباين اللي فما تحضير ذهني نعتبره أنا عقلاني من المدرب. حتى ديكلاراسيون نتاع ياسين الخنيسي فيها برشا رزانة، فيها برشا تواضع، وهذا المطلوب اليوم وهذا الواقع. زاد مدغشقر اسم صحيح ماهوش كبير، لكن فريق يفرض الاحترام ويخليك تلعب وتحط لي مويا نتاعك الكل باش تربحوا. ماهوش يكون ماتش سهل خاطر ان كونتكست ديفيرون على غانا، سا سي سور. ياسين الخنيسي زاد قال كلمة مهمة ياسر بالنسبة لي أنا، اللي باش يكون ماتش صعيب، باش يكون ماتش صعيب برشا، وهذا اللي ممكن اللي يخوف الإطار الفني، أن كل الملاعبية عندهم النونشالونس. لكن كي تسمع الملاعبي، واحد من الملاعبية يقول هكا، دونك تفهم اللي ديجا الميساج متعدي للجروب الكل، و سا سرا با فاسيل، سا سي سور. العامل نتاع البريسيون زاد اللي حكى عليه ياسين الخنيسي، قال عندنا احنا عادينا الضغط ونعرف اولادنا يكونوا مركزين ويعطيهم عندهم كي يبداوا تحت الضغط، وقت اللي تبدا فما نونشالونس ويبدا فما ان ديسكور الماهوش عقلاني واللي يخليك اسرت مومون تخمم المنافس نتاعك ضعيف، وقتها اون باس اكوتي. لكن كي تسمع الملاعب يقول احنا عندنا الضغط، دونك لهنا نفهموا اللي الناس الكل باش تكون حاضره كيما يلزم. المنافس نتاعنا نحبوا نكروا، ما دام وصل للدور هذا ما علينا كان نحترموه. هو في جانبه حاجه اللي ما عندوش ضغط اليوم اللي حقه مدغشقر باش يقعد حاجه يعني في التاريخ، يعني الانكار دو فينال يعني حاجه تاريخيه بالنسبه لهم هما، دونك باش يكونوا اكثر ممكن متحررين على المستوى الذهني. علينا احنا نلعبوا على الفالور نتاعنا، خاطر تاخونا انديفيديوالمون
ما عندنا شك، ما عندنا حتى شك اللي احنا خير منها، خير من مدغشقر، لكن الحقيقه نتاع الميدان تفرض ان نكونوا مركزين كما يلزم. يون سودون افون مره اخرى بعد ماتش غانا. في الوقت اللي قاعد تحكي فيه خالد، قاعدين نشاهدوا في الحصص الحصه التدريبيه نتاع اليوم اكيد حط الاجواء، يمكن وليد ربح يخلي ديما الجو باهي بين الجروب. اكيد اكيد ديما الربح معناها يخلي الامبيونس معناها تتحسن، ويخلي معناتها حتى الفريق يخدم في ظروف طيبه دون لاجواء، تحس معناتها المنتخب، تحس الملاعبيه دي كونتراكتي، تحس الفيكتوار الاخرانيه معناها سور لو بلو مونتال فرهدت برشا معناها الجوارات. دونك ان شاء الله المقابله نتاع غدوه يكونوا حاضرين. سي اون بون ايكيب معناها كما كان يحكي خالد، لخص كل شيء معناها على الفريق تاع مدغشقر، هو توتا غاني ريانا بيدر معناها ديجا اكسبلوا كي تعدى لنا 8 وكي وصل تو الربع النهائي. دونك بالنسبه لي هو قدامه فريق تونسي يعرف اللي معناتها غرو مورسو، دونك باش يلعب باش معناتها يفون سونجاجي افون باش يحطوا كل ما عندهم. ابري تو يقول لك قدامنا احنا فرصه تاريخيه باش نخلطوا النصف النهائي نتاع كاس افريقيا، حاجه ما تنجمش تصير لهم كل عام. كيف كيف المنتخب التونسي زاد قدامه اليوم فرصه بعد اللي صار وبعد اللي تحكي وبعد المقابلات الاولى اللي ما كانوش معناتها في المستوى اللي نستناو فيه. اليوم معناتها المنتخب قدامه فرصه باش بالحق يفرح التوانسه، وعلاش لا معناها يوصل لبعيد ويسوفي تعمل فيكتوار تلقى روحك دومي فينال. ومن بعد سورا ماتش معناها شفنا السنغال معناتها ماهيش لا جروند ايكيب اليوم ضد البنين. دونك اون دي شونس بالنسبه ليا. الميساج وصل معناها حتى سور لو بلان فيزيك معناها شفنا الملاعبيه معناها عطاو ما عندهم مقابله الاخرى. سور بلون تكتيك معناها فما اميليوراسيون، تحس حتى المدرب عرف كيفاش معناها فينالمون القى معناها انا هي استراتيجي معناها اللي يلزمو يلعب بها ويلزمو يبدا بها، وعرف معناها اللي حتى في لي شونجمون. دونك توا معناها اكتويلمون كل شيء معناها دون لوردر معناتها في الفريق الوطني، وان شاء الله ربي معنا. جي معاك سي عبد الباقي، اكيد تابعت اليوم الندوه الصحفيه الجزائريه، من حاجات اللي قالهم سالوه الانتراضي على اداء الفريق بعد الوصول لربع النهائي دون حتى فوز، معناها اجابته كانت قال مصر والكاميرون والمغرب شنو عملوا بالانتصارات نتاعهم. كيفاش تقرا الخطاب نتاع الجزائريه اليوم في الندوه الصحفيه؟ معقول هو رد على شكل الانتقادات اللي توجهت له. انا مانيش ضد انك تنقد نقوله ونعاوده وتقيم، ولكن ثم اشكال من الانتقاد العشوائي مرفوضه معناها بالاساس. باهي تقول لي ما زيد حتى بوام، اللي يهزوا بوام مشاو روحوا، فهمت؟ لانه في اخر الامر وقت نلعبوا دوره، المهم في الدوره هو انك تترشح، هو انك تمر، هو انك تمشي لاقصى حد. المرور الى اقصى حد لا يقتضي حسب شروط الدوره انك تربح، تنجم تتعادل وتتعدل اقصى حد وتهز وتهز التيتر ميم غير ما تربح حتى ماتش، فهمت؟ انا نجم غدوه نعملوا نيل ونترشحوا بينالتيات، ودومي فينال نعملوا نيل ونترشحوا البينالتيات، وفينال نعملوا نيل ونترشحوا البينالتيات. باش تقولوا؟ تقولوا دوره فاشله ما ربحنا حتى ماتش؟ تقولوا احنا شامبيون دافريك، صحيح؟ فهمت؟ هذا هو الرد اللي حاب يقوله جيريس معناها للاعبين، خاطر راهو ديما كيلكو بار وراه وقت اللي تحس بانه نقدك ليا ما هوش نقد النصح ونقد البناء، نولي انا رد فعل هذا بشكل ساعات ممكن ما يعجبكش، فهمت؟ ماتر ياسين الخنيسي ايضا كان اليوم موجود في الندوه الصحفيه، تحس حتى الاجواء باللاعبيه ولات ممتازه جدا، قال حكينا مع بعضنا وماتش غانا رجعنا الثقه في انفسنا. شوف الصوره عامه في ماتش غانا كانت مختلفه على التروا ماتش الاولانيين اللي لعبناهم. تحس حتى انه كيما ثم تحذير فني وتحذير بدني وتحذير تكتيكي وشكون مش يلعب وشكون مش يلعب، ثم زاد تحذير للصوره. حتى الصوره اللي ريناها على البنك مختلفه على ثلاثه ماتشات، في ثلاثه ماتشات ما ريناش فريد وماهر يحكيو مع الان جيريس اللي تعداو، ريناهم يحكيو مع بعضهم لور دو ماتش نتاع غانا، رينا سوليداريتي موجوده اكثر في الجروب، رينا ديزيماج الفرجاني وقت اللي يحكي مع معز حسن كيفاش باش يخرج، رينا معز حسن وقت اللي خرج وبرغم اللي صار من بعد كيفاش قاعد يتفرج في ضربات الجزاء. دونك تفهم انه
تحب ولا تكره سامي البيقي، النقد يوصل ولازمك تحط البريسيون على المجموعه اللي موجوده غادي، ولازمك تقول لها راك عملت الماتش الاولاني ما كلتش اليماج نتاع ليكيب ناسيونال نتاع تونس اللي ماشيه غادي كمراهن جدي على النصف النهائي، وراك في الماتش الثاني ما لقيتكش، وراك اونكور بير في الماتش الثالث مع موريتانيا راهو كانت بالنسبه لي انا كاتاستروفيك في الايماج نتاع تونس بارابور موريتانيا. الضغط الايجابي انا في رايي الضغط الايجابي تقبلوه الملاعبيه وتقبلوا الاطار الفني وتقبلوا الاطار الاداري وقت اللي عمل عمليه غربله اوليه باش يكبس العباد وباش يقول راهو مش خاطرنا موجودين في كومبيتيسيون راهو انا ما نجمش نحي ولا نبدل والا نغير. الضغط الايجابي هذايا مش السلبي الملاعبيه جاوبون عليه حتى بتقاسيم الوجه حتى بالتعبيرات اللي خرجوها حتى بالجرينتا اللي ريناها. لكن مع هذا انا راى انه جواب ياسين الخنيسي مميز الحقيقه. ياسين اونتر بارونتيز عاد طرح شيخ التوانسه الكل رينا الجرينتا والروح والبروفوندور واللي ما يتعبش واللي في 18 بلغتنا نحن ما يضيع حتى كوره على اليمين على اليسار. لكن انا راى ان وانا جريس لازم يكون متحفظ اكثر من هك في قيمه كاريرك كملاعبي وكمدرب. الاجوبه مازال عندك ان كاردو فينال، مازلنا نستناه، وراه عندك كونترا اوبجيكتيف اللي هو الدومي فينال باش تلعب كونتر مدغشقر. عملت 3 فوبا تحب ولا تكره سويت للي شوا الغلطين نتاعك انت، دونك ماذا بيا لو كان تحط ساقيك على القاعه، وماذا بيا ما نحكيش على اللي خذا 9 بوان. انا نجم نقول شفت شويه استفزاز انت في كلامه، شوف انا نجم نقول انت تنجم تقولوا باقي نجم يقولوا الجمهور التونسي يقول والله هاي مصر افيك 9 بوان وروحت، هاي المغرب افيك 9 بوان وروحت. كفني كان سيليكسيونور نتاع المنتخب الوطني التونسي لازم تكون في الايماج هذيك. انا نقول منش بديش حكايه لي 9 بوان وكذا، نحكي على روحي. بالنسبه لي انا عملت استراتيجيه لقيت روحي موجود في الناويتيام، الناويتيام تعديت مع غانا الكبيره ونغزو القدام للانكار، لانه انا نقول الجواب يعلي من قيمتك والا ينقص من قيمتك. الان جريس لازمك تقعد في قيمه الناخب الوطني. هذا رايي. واضح. قبل ما نمشيو للندوه الصحفيه نتاع دوبوي كوتش نتاع مدغشقر سي عبد الباقي، ياسين الخنيسي اليوم كان مره ثانيه على التوالي كان حاضر في الندوه الصحفيه بعد المقابله الماضيه، نجم نقولوا بورت بونور يستخدم يستباخت بها ولا عادي معناها؟ قد يكون ثم سوبرستيسيون في الكوره بيان سور، ديجا اليوم ثم شويه تشاؤم من وتنجم تكون مدغشقر بيد عملتها كطريقه استفزازيه. معناها اليوم ثم شويه هكا تنقريس على خاطر مدغشقر شدت صحيح باش تلعب بالمريول الاحمر وهي عندها حق الاختيار باعتباري هي تستضيف. مدغشقر ماتشوات اربع ماتشوات لعبت تلعب بالاخضر. يقول لي اراديا يعني محاولة تنجم تقول فوالا انه تونس راهو استبختوا بالاحمر يا خن ما كانش مثلا يكون ملاعب اخر كيما معز حسن يعطي ميساج باهي ستادير بلاصه الخنيسي اليوم يكون في الندوه الصحفيه ولا يشوف معناها سادي بو علاش اختاروها علاش اختاروها. قلت لك تنجم تكون بار سوبرستيسيون، ما تنجمش تمنع الملاعب ولا المدرب باش يكون انه يكون سوبرستيسيون. ثم ملاعبيه ويعرف خالد ووليد معناها لعبوا برشا كوره، ثم ملاعبيه تلقى عنده كلاس يعدي بهم عام كامل يلبسهم تحت الكلاس الصبار نتاعو، فهمت؟ عم تلقى مستحفظ عليهم وخايف عليهم لا يتمسوا. عندك وليد حاجه هذه كل واحد، ثم اللي عنده حجامه يعملها في الوقت الفلاني، ثم اللي عنده فهمت موجود مسؤول يلبس نفس الشميز ولا فلا مسؤول كونترولور يلبس مريول ما يبدلوش. وليد عندك حاجه سباخت بها ولا هكا شويه وبرا مع بوتيت هكا صبات مثلا ماركيت بيه هكا ولا حاجه سينو مانيش برشا كيما ما سباختش الاخير. نبيل معلول كان تليفون لامه قبل الماتش معنا بالنسبه لي حاجه مقدسه، معنا سواء كمدرب في فرقه وفي المنتخب قبل الماتش يكلم امه معنا شنو احوالك امي لباس كذا فهمت. حتى انا على حاجات موجوده معنا بون نصبقوا بها الخير احنا فهمت. اما سيرتو هو علاش قال الاستاذ انه نتصورها متعمده مدغشقر، كي تشوف اليوم احمد مشى يتفرج في البناء والسينيغال ثلاثة مرات جابت له كاميرا وهم كونكتي معنا فهمت فيش تفرج الوجه مشى غادي عبد الباقي. الموضوع المفضل نتاعك احمد لا 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 ممكن هو بادمانه على واحد فهم انه تونس راهي مستبيخته باللحمر فهمت يتبع في الفيسبوك واحد بعد عندنا شابيتر كامل على احمد لا وبالنسبه لسماح ياسين ينجم يكون داخل في انك انت ربحت مع ياسين وقت اللي كان موجود في الكونفرنس دو بريس دونك باش يكون موجود معك. لكن موز حسن ما نتصورش انه يكون الخيار المناسب لانه باش تحطه قدام الاسئله نتاع الصحفيين باش يرجعوه للمباراه التاليه، وبالتالي من الافضل والاحسن انه ما يكونش موجود هذا سوري سارتان باش على الاقل تحافظ على التركيز نتاع الوليد وتخليه في الجروب. بس انتكش انت خالد عندك حاجه هكا بوست بونور ولا؟ لا عادي ما فماش حاجه بقى الحاجات فما حاجات ديما تعودهم هكا فهمت انك باش تقرا الفاتحه وحدك ولا فهمت صبات الميزون ولا الاخر
دوسيات شنو خمس سنين كارير باش نفيق عند صبات. لا لا عادي ما فماش حاجات ابريتون بعد فما حاجات ديما تستعملهم وتخسر بهم دونك تطير وكون راه من باب التطير ماهيش حاجه كبيره ياسر. دونك ايضا مدرب منتخب مدغشقر نيكولا دوبوي عمل ايضا اليوم ندوه صحفيا نتابعوا اهم ما جا فيه. Mondialiste, 25e FIFA. Évidemment, on est déjà très fiers de pouvoir jouer une telle équipe. Donc on vient là sans aucune pression, évidemment, et avec l'envie simplement d'être à la hauteur de l'événement. C'est une équipe qui joue différemment. On va, je pense, assister déjà, c'est une certitude, à un très bon match. Un très bon match parce que les deux équipes jouent sur le même registre, je pense. Un registre de possession, un registre de redoublement de passes, un registre technique. J'ai tendance à dire, peut-être je me trompe aussi, que c'est un jeu qui va nous convenir. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde va voir un très beau match. Et finalement, peu importe le résultat, même si on a envie tous de gagner, le tout, c'est déjà prendre du plaisir. Et je pense qu'on va prendre du plaisir à jouer. Ça va être le mot d'ordre sur le terrain. Donc, concernant maintenant l'organisation... Effectivement, non pas parce qu'on joue contre une équipe qui joue différemment des équipes qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent, mais simplement aussi par le fait qu'on a des joueurs blessés, on a des joueurs fatigués. On risque de changer effectivement d'organisation, nous, et tout simplement certains joueurs. Il n'y a que des points forts dans l'équipe de Tunisie. Et non, je garderai ça pour moi et les joueurs. Encore une fois, 25e FIFA, c'est respectable. Qu'est-ce qu'on aimerait, nous, Madagascar, être 25e FIFA ? دونك هذا كان أهم ما قاله المدرب الفرنسي للمنتخب مدغشقر نيكولا دوبوي. نبدأ معك مرة هذه متر. ظهر لي أهم ملاحظة أنه الماء الضغط تونس وقال نحن ماهيش فافوري كالعادة، تقريبا نفس السلاح اللي استعمله مدرب منتخب أنغولا ومنتخب موريتانيا. يقينا في منهج صحيح هو مشي كيما نحن زاد كي كنا كونتر غانا كنا نقولوا راهو غانا ما ربحناهاش وراهي ايكيب كبيره وراهو كاسحه وراهو نهار اللي باش تتعدى باش تعمل ريزولتا كبيره. ماتش غانا لي سيركونستونس نتاعو مختلفه حتى في الديسكور نتاعنا بارابور الماتش اللي باش نلعبوه كونتر مدغشقر. ما تنجمش انت تخرج تقول راهو انا مدغشقر سيت ان اكسبلوا اذا كان عدا هو لازم يقول ويحط البريسيون عليك قال لك راك انت 25 على ايشيل دو فيفا وراهو انت عندك دي تراديسيون كبار. قال حتى من جمله ما قال من الاول انا نفتخر لي انا باش نلعب ان كار دو فينال كونتر تونس دونك لازم يحط عليك البريسيون الكل باش انه هو يخرج في اخر المطاف داخل في الربح وخارج من الخساره وتيوريكمون وحسابيا هذا هو اللي نجم يكون اليوم المدغشقر اول مشاركه في الكاس الافريقيه هذيا يتعدى في ليبول يربح نيجيريا يتعدى في الويتيام افيك تيغو بوت ومن بعد يجي كونتر تونس في الكار دو فينال ما ينجمش يطمح لاكثر من هكا. لا بروف هنا انك انت تلقى في الويتيام لو بريزيدون دو ليتا موجود وتلقاه في الكار دو فينال باش يكون موجود دونك دوكو لازم يحط البريسيون عليك باش يهبط مرتاح. ديكلاراسيون اللي ترتحني انا مش نتاعو هو نتاع ياسين الخنيسي. ديكلاراسيون ياسين الخنيسي نتاع ثم اسبري في المنتخب حاضر ويعرف شنو يعمل وشنو يتكلم، ناس حاضره ناس فايقه، ناس تعرف انه هذا تنجم تدخل فكلا لعيب نتاع باش نرتحك ومن بعد يعمل ربي دليل. دوكو هو ما ينجم يقول كان هك ولكن نحن ما نجمو نتصرفوا كان باش نعتبروا رواحنا انه سوغ ان ماتش توتي بوسيبل وكتابه للتيران ولاد يعرفوا الحساب تخليه لبرا والتيران هو اللي يحكم. سي عبد الباقي كيفاش يكون ينجم يكون خطاب المدرب اليوم تاع المنتخب التونسي باش الملاعبيه ما يقعوش في الفخ اللي نتاع اللي رمي علينا الضغط معناها؟ والله شوف التواضع معناها في التعامل مع مجريات الماتش الكل. انسى شكون اسمه ادفيرسيرك وشنو هو تاريخه في الافريق وعنده تاريخ وما عندوش هذا كله حتى بار. راهو الماتش يتلعب في اني احنا ديما نحكيو ساعات على التوقعات قبل الماتش واحد وكل شيء كلها توقعات مبنيه على النظري ولكن الصحيح تعرفوا في التيران ساعات يخرج لك الخايب يربح الباهي فهمت. ساعات الفافوري هو اللي يخسر كيفيه يجب تتعامل مع المقابله بكل تواضع. 90 دقيقه قدامك تلعبهم بالسيريو اللي لعبت به ماتش غانا والبقيه والتوفيق على ربي. خالد مدرب هذا ما عندوش سي في كبير لا كلاعب ولا حتى كمدرب لكن قاعد يعمل في برشا حاجات باهيه مع منتخب مدغشقر.
لا والديكلاراسيون نتاعو تاع مدرب ما متمرس كلها اون ديكلاراسيون بيجي هذه تسمى يهز فيك في دي فوس بيست على اساس باش نبدل السيستم دو جو على اساس باش نبدل ملعبيه ما تغاش خربكش عنده 25 لاعب فهمت ولا عنده سيستم دو جو على بارابور كل ماتش ظهر عنده سيستم لعب بيه لي 3 ماتش فهمت اون بلوس فما يحب يديجاج لو ماكسيموم دو بريسيون على ملعبيته اون فا بروندر دو بليزير ا جوي دونك ميم حتى ريزولتا ماهوش خام فيه دونك الكونفيرونس دو بريس نتاعو نتاع واحد يعرف شو يحكي يعرف يوصل دي ميساج فريمون يمسوا ان شاء الله احنا فاسون اون كونتر بارتي كي تشوف ياسين الخنيسي شو يحكي تشوف جيراس يحكي تفهم اللي احنا ديجا متحضرين لكن المنطق اللي يحكي به نتاع مدرب يعرف يحب يهز الماتش لثنيه معينه كيما قلت لك اون ديكلاراسيون بي جي 100% الحقيقه ورا كمدرب ورا امكانيات باهيه برشا فهمني تعامله مع المنافسين نتاعو ديجا ملي بدات الكومبيتيسيون بداها بتحفظ يعرف اش يعمل ماهيش الكليب اللي ترمي روحها منظمين اون بلوك يلعبوا الكونتر كونت الفو يلعبوا لاتاك رابيد كونت الفو عندهم دي زيليمون باهين برشا دونك يعرف الامكانيات نتاع الفريق نتاعو هو سيكيو اسيور راه زاد المنتخب نتاعنا وراه وين لقى مشاكل دونك اوتوماتيكمون انا حسب رايي انا في الاربع ماتشات اللي لعبناه اكثر فريق عملنا مشكله هو موريتانيا دونك هو يفايسي حسب رايي يفايسي لو ماكسيموم باش يعاود السيناريو هذاك مع ليكيب نتاعو اللي فيها دي زيليمون تكنيك اخير حتى من موريتانيا دونك نتصور اللي يحب يهز الماتش الثانيه هذيك اللي باش يسكر ومن بعد يلعب الكونتر مي كي تسمع يحكي جو في شونجي دو سيستيم وملاعبيه يحط لك في بالك بوتيتر اللي هو باش يطلع لك الفوق ما نتصورش حقيقه دونك المدرب تكني ولا تكتيكمون الفريق نتاعو موقفه كيما يلزم ديكلاراسيون نتاعو زاد نتاع مدرب تحسوا اللي عنده خبره مالغري ما عندوش خبره. وليد وانت مازلت ملاعب خطاب كيما هكا وانت يدخلك انت ماكش فافوري للماتش ينجم ياثر على ملاعبيه منتخبنا ولا لا؟ لا ما شوف ملاعبيه توا معناتها فما حاجات اخرين عندهم اهم من لي ديكلاراسيون واهم من كونهم يسمعوا مدرب اش حكى خاطر ينجم يحكي ينجم يقول اللي يحب المدرب ومن بعد الملاعبي هو مش يهبط في مخه ديسيدي عنده اوبجيكتيف باش يمشي فيه دونك انا اللي خوفني في الليكيب هذيا واللي معناتها يقلقني مش معناتها القيمه الفنيه الكبيره ولا كبر حجم المنافس لا يقلقني لونجاجمون والموتيفاسيون الكبيره اللي قاعدين يلعبوا بها معناتها تحسهم سوبر موتيفي معناتها ملاعبيه هذوكم يقلقوك راه سور تيران كي يبدا على ذكر حتى على الموتيفاسيون ديجا وحكي عنده نهار زايد نتاع ريكوبيراسيون ويحكي الليكيب نتاعو تعب باش تفهم وين يحب يهز جوست ملاعبه صغيره هو ديجا قال الكيب نتاعي تعب فهمت هو عنده 24 اور نتاع ازيد راح ازيد دونك بحسب رايي انا معناها فما معناتها تشابه صغير ما بين المنتخب نتاع مدغشقر ومنتخب موريتانيا فما تشابه صغير حتى هكا معناتها في المورفولوجي نتاع الملاعبيه فما نقاط تشابه لكن مدغشقر بكاليتي جوار خير فهمت دونك اي بلو تكنيك تحس معناها هذاك اللي يفرق دونك كيما قال خالد معناها موريتانيا احنا لعبت لنا على لي كونتر قلقتنا معناها فما دي سيكونس دو جو اللي فريمون حسينا معناها اللي منتخب فينيرابل حسينا وقتها موريتانيا تنجم تاخذ دوسي وتنجم تمركينا دونك هذه نقطه يلزم معناتها المنتخب يقرا لها الف حساب ويعرف اللي منتخب هذايا باش يستناك وبالموتيفاسيون قلت لك وباللونجاجمون وباش يكون تصور معناتها اغريسيف وتعرف عنده لافونتاج نتاع الحكايات هذيا معناتها تنجم بوتيتر تعطيهم اكثر شحنه معناها نتاع البريزيدون نتاع الفيدراسيون نتاع رئيس بلادهم وكذا دونك حاجات هذوما احنا لازمنا نتغلبوا عليهم باش نكونوا لازمنا ديسيدي اكثر منهم واغريسيف باش نتعداوهم ان شاء الله. هو اسلام سامحني يظهر لي انه جو مي رجوا لخالد انه حتى في الديكلاراسيون قاري المنتخب شنو يحب يسمع يعني سو كي سور انه هو سمع مثلا المدرب نقول شنو حكينا وشنو قال لنا وكيفاش نحن كنا في الماتش الاولاني. اثنين لعب على كلمات معينه وقت اللي يحكي لك انه انا راه ملي نفخر اللي نلعب كونتر تونس كلام تري بيان اتودي. ثم والنقطه الثالثه ونختم لك حتى احمد خرجوا في الديكلاراسيون كان سمعتوه قال راهو نحن الميريت قال ميريت سبورتيف اللي وصلنا له راهو احمد ما ساعدش مدغشقر انها تنجم تكون في الكان هذايا وما ساعدهاش انها باش توصل وقال لكن عمل النيونس قال راهو انا متاكد انه الشعب
فخور جدا بانه احمد موجود على راس الكاف. دونك الكلمات موزونين، ما تجبدش احمد الاحمد في الديسكور نتاعو هو ديوران لي ماتش اللي تعداو. كي وصل لانكار دو فينال الناس الكل ولات تحكي على الاكسترا سبورتيف اللي نجم يكون واللي نجم ينكزك للدومي فينال. الجواب نتاعو راه ثم ميريت سبورتيف، لكن مع هذا نحن رانا فخورين. انت افهم كيما تحب، فخورين به اللي هو موجود، فخورين اللي هو عاوننا، فخورين اللي هو جاب لنا المدرب هذايا. دونك الحقيقه الكوم تري تري بيان ايتودي بالنسبه للمدرب هذا. قبل فخورين انه حط لهم الاربيتر المغربي دون شونغو. واش قلت لك الكلمه وانت اول كلمه تحب. وفخورين انه الاربيتر هكا نحظوا سبيناتيات يعني عينيا هكاك. سي عبد الباقي ناخذ تقول عليه والله باش نجيك بعد نعطيك فرح قلبك فيه. ما عادش تعرف الفار بدا الفار اي بدا من كاردو فينال. ما عادش قبل الكان كنت تعرف حاجه على منتخب مدغشقر ولا لا؟ السوربريز الوحيده مش سوربريز، ارتبط اللي نعرفوه الناس الكل انه احمد الاحمد الملقاشي على راس الاتحاد الافريقي، مدغشقر اول مره تشارك في تصفيات كاس افريقيا. دونك الليان اللي تربط كيفاش انه لو بريزيدون نتاع الكاف يكون من مدغشقر، واول مره مدغشقر تنجز باش تلعب الكاليفيكاسيون هذه. وقتها قلنا لي راهو بالعدد الجديد نتاع المنتخبات سي نورمال انك باش تلقى ناس جدد موجودين. انا اكثر حاجه جبت لي انتباهي في منتخب مدغشقر هو المدرب هذا، حتى في السوم اللي قاعد يدرب فيه راهو يعني سالير ضعيف برشا بارابور للي سالير اللي ماخذينهم المدربين الناخبين الوطنيين اللي موجودين في فيفا. ما عندوش ان جران سي في مع هذا، وهو من احسن المدربين تاع عمل كاردو فينال. باش نحكيو عليه بعد شويه للناس اللي كيفك ما يعرفوش برشا حاجات على منتخب مدغشقر، باش نشوفوا بعد شويه في تي ار شنو فيه اهم الحاجات نجموا نعرفوهم على منتخب مدغشقر، لكن بعد الفصل.